قبل الفاصل كان معنا مداخلة هامة من إيديار إيتانو، واحدة من الفنانات العالميات الأسبانيات اللي مشاركة في منتدى شباب العالم بسبب عطل تقني في الاتصال بها وعدم قدرة المترجم على التواصل معها للإسبانية. هي عادت معنا مرة تانية، بنرحب بيكي وبنرحب بيكي في مصر. بسألك أولا عن تفاصيل دعوتك للمشاركة في منتدى شباب العالم، وما الذي أثار حماسك للمشاركة تحديدا في منتدى شباب العالم في مصر؟ في الحقيقة أنا لا أعلم كثير، لم أكن هناك في مصر من قبل، ولكن أعتقد أنها كانت مبادئة شيقة جدا. إن أنا أستطيع أن أتكلم مع أحد المذيعين مقدمي برامج هناك في مصر. إذن دي هتكون الزيارة الأولى ليكي لمصر، مش كده؟ لا، لقد كنت في مصر من قبل، أعتقد في 1995 في أول مرة، كانت لرحلة سياحية. من 95 ل 2022 إن شاء الله سيكون هناك اختلاف وفارق كبير. عايزين كمان نسألها عن مشاركتها في منتدى شباب العالم، وإيه نوع المشاركات اللي هي تتمنى أنها تحظى بيها مع شباب من كل دول العالم. في الحقيقة أنني سوف أشارك بداية من يوم الاثنين في هذا المنتدى الشبابي، وسوف أتعرف أكثر على هذه المنطقة في مصر حيث لم أزورها من قبل. بالتأكيد إن شاء الله ستكون مشاركة مبهجة لها.